السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أحب المشتركين من الوطن العربي الكبير، هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب. تعالوا كده يا شباب، هنكتب النهاردة بخط النسخ، هنكتب عبارة وبعد كده هنشرحها في السطور اللي بعد كده بالتفصيل. ركز الأول مع حركة سير القلم أثناء عملية الكتابة، إن شاء الله ستستفيد. هنكتب كتبنا الخط العربي موسيقى العيون. العبارة دي لا أخفيكم علم يعني أو سر، إنها كانت أول حد قال العبارة دي أنا. كنت عملتها حتى في لوحة بالخط الديواني، وكنت عايز أكتب الخط العربي موسيقى، عايز أوصف الموسيقى، لأن كنت عاملها وكأنها نوتة موسيقية، الكلام نفسه وكأنه نوتة موسيقية بالخط الديواني. ممكن نكتبها هنا كمان شوية، لكن الأول نركز في حركة سير القلم ومع الشرح معايا. حلو جدا. حرف الألف لو ده سطر الكتابة بتاعنا، هنمشي بالحروف زي ما هنكتبها كده. حرف الألف من هنا لهنا بيكون مقداره 5 نقاط. مش هنقول بقى ايه 1 2 3 4 5 مثلا كده، لكن احنا هنقول ايه مقدره 5 نقاط وخلاص، مش عايزك ترتبط بكم نقطة والكلام ده كله. حرف اللام مع الخاء مع الطاء ممكن نجيبها بالشكل العادي اللي هو ايه زلف كده، وننزل لمنتصف المسافة من هنا كده، نمشي لقدام ثم من هذه المنطقة نرجع لورا بميلان، ثم هنعمل سنة صغيرة خالص لتحت كده، او نعمل لها سنة كده، وبعد كده نمشي ايه على السطر تاني اهو. هنا لو حابين نتعلم ايه من هنا كده الارتفاع عشان نجيب حرف الطاء، لكننا طالعين مطلع زي ما قلنا قبل كده في الدروس بتاعت اهو، بنلف دوران بسيط ثم من هذه المنطقة لسه ما لمسناش السطر، نلمس السطر هنا كده ونمشي على سطر الكتابة اهو. ثم حرف الطاء بيكون له شارة بالشكل ده كده بحلية، تمام. حرف الألف بيتكرر معانا تاني، سيبنا مسافة ما بين الخط والعربي، شايفين ألف، بعد كده حلية بسيطة وبننزل بحرف اللام أهو. نزلنا هنا كده، من هنا نبدأ نطلع لفوق بميلان ناحية اليسار قليلا أهو، ثم من هنا كده نلف دوران، هنيجي من هنا كده نطمس الجزء ده، ومن هنا نيجي نعمل حركة كده و نعمل راء معلقة بالشكل ده كده. حرف الباء مع الياء ممكن نيجي نعمله ايه حركة كده، ومن هنا كده وكأن رقم واحد، ومن هنا كده اهو، ونرجع رجوع 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 للخلف اهو بالشكل ده كده. ده للناس اللي ايه اللي عايزة شكل جمالي. موسيقى نقطة وبنلف حولها كده وكأنها مثلث، ومن هنا كده بنرجع للنقطة تاني اهو، من هنا كده نمشي على سطر الكتابة ثم دوران، نطمس الجزء ده، هننزل تحت السطر هنا نعمل سنة كده ثم للأعلى اهو. حرف السين رقم 7، سنة بسيطة نرتفع لأعلى، ثم حرف الياء اهو مع القاف. جبنا كشيدة هنا، ياء راجعة كشيدة، وجبنا كشيدة ايه ما بين السين والياء. طالما جبنا كشيدة هنا ما ينفعش نجيب ايه كشيدة تانية، هيبقى منظر الكتابة بتاعتنا ايه وحش طالما بنكتب عبارة واحدة. حرف القاف لو قسمناه من نص كده هنلاقي اليمين شكل الشمال او عكس الشمال. حرف الياء اسفل السطر بهذا الشكل. موسيقى العيون الألف، ثم اللام، حرف العين بيتكرر معانا تاني اهو، من هنا كده صعدنا الأعلى مع الذهاب قليلا الى ناحية اليسار، ثم من هذه المنطقة دوران اهو،
وبنطمس حرف العين اهو، ثم حركة بسيطة اهي بدوران زي هنا، نطمس جزء بسيط من الواو، ومن هنا كده ننزل اسفل السطر نعمل الجزء الباقي وكأنه نهاية حرف الراء. حرف النون رقم واحد، نزلنا اسفل السطر دوران 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 اهو. الخط العربي موسيقى العيون. تعال بقى يا استاذ محمد قول لنا على اشكال اخرى، انت عملت لنا الشكل ده والشكل ده، الشكل ده احنا شفناه كنت بتكتبه لكن ما شرحتهوش. تعال كده اقول لك، لو ده سطر الكتابه هنعمل القلب بتاعنا اهو، ثم من هنا كده بنلف حركة اهي كده، ومن هنا بناخدها اهي تمام، ومن هنا كده بنرجع للخلف ما لمسناش سطر الكتابة، من هنا كده هنا بقى نلمس سطر الكتابة ونمشي كمان على سطر الكتابة اللي قدام اهو تمام. احنا بنحاول نسهل الامور شوية، من هنا كده صعدنا للاعلى دوران 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 ومشينا للامام شوية اهو. تمام. حرف اللام مع العين ممكن نيجي هنا كده ونجيب كشيدة للأمام لو عندنا مساحة، ونعمل حرف الراء مشبوك فيها بالشكل ده. يعني انت بيبقى قدامك اكثر من شكل للحرف او للحروف مع بعضها، وانت اللي بتختار ايه الشكل المناسب للعبارة اللي انت بتكتبها او للسطر اللي انت بتكتبه. حلو جدا. السين مع الياء مع القاف مع الياء ممكن نيجي نعملها كده يا استاذ محمد، تعال نجربها، هي هيبقى شكلها ايه؟ الله اعلم. اهو سين مع ياء مع قاف من هنا كده، وهنعملها ايه؟ ياء رجع بالشكل ده كده. انا مش بحبها بالشكل ده، ولكن بعض الناس ممكن تكون بتحبها بالشكل ده، عادي مش فارقه كتير. تمام. حد يجي يقول لي لا، اللام مع العين مع الياء مع الواو، انا شفت حد كان عاملها ولكنها هي ما تنفعش طبعا، غير لو في كتابه ارتجاليه، لام مع عين اهو العيون مثلا اهو. شفت حد كان كاتبها كده؟ ولكن هي مش شكلها حتى ظريف، شكلها مش ظريف. حرف العين عشان تجيبه بالشكل ده ممكن تيجي مثلا بخط الثلث، لكن ايه بخط النسخ هيكون شكلها مش حلو، لان هنا انت عملت حرف اللام بالشكل ده كده، شكلها مش ظريف يعني، وما احبهاش انا بالشكل ده. تمام. اللي انا كنت قلت عليه برضو عشان ما انساش، الخط العربي موسيقى العيون كنت عملتها ازاي؟ كنت عملتها زي سطور بالشكل ده كده، زي ما قلت لكم اللي هي السطور بتاعت النوتة الموسيقية، واحد اتنين، طبعا احنا هنعملها على السريع علشان ايه الوقت بتاع حضراتكم. مثلا يعني احنا بنقول ايه كمثال، وكأنها نوتة موسيقية، وحاولت ان انا اكتب الخط العربي، كنت عايز اوصف الخط العربي، فكتبت كده الخط، مش عارف هتبقى باينة قدام حضراتكم ولا لا، طبعا كانت بخط الديواني، لان خط الديواني يعتبر من الخطوط برضو اللي تحس ان فيها موسيقى. الخط العربي موسيقى. فقعدت افكر قلت ايه ايه اللي يقدر يوصف الخط العربي ويديني شكل الموسيقى. انا كنت عملت كده الياء، وجبت ايه وكأنها مفتاح صول بالشكل ده كده، الخط العربي موسيقى. قلت مش هينفع الخط العربي موسيقى بس، فكتبت العيون
فبفضل الله يعني العبارة اشتهرت جدا وانتشرت جدا، وناس كتيرة جدا كتبوها. عملت المفتاح ده وعملت ايه عشان اعبر عن الموسيقى بالايه، بالخمس خطوط اللي انا عملتهم دول. ايه تقريبا كنت كتبتها اول مرة كنت اكتبها، كانت في 2013، الخط العربي موسيقى العيون. لو عايزين ان شاء الله ابقى اشرحها ان شاء الله واعمل لها فيديو مخصوص، ان شاء الله نعمل لها بالخط الديواني. بكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد شاهد الحلقه للنهايه انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان توصله فيديوهاتنا اللي يقدر بيها يحسن خطه معانا بسهوله ان شاء الله، ونحافظ على هويتنا وثقافه ونشر ثقافه الخط العربي بين الناس. مع السلامه.